ولد المسيح الدجال بالسامرة بفلسطين في القرن الرابع عشر قبل الميلاد تقريبا، وحمله جبريل الأمين إلى جزيرة في بحر اليمن حيث ربطه الدابة التي سوف تخرج في آخر الزمان. وأدرك الفتى مدى قوته ورأى عجائب من أثار جبريل عليه السلام في أحياء الموتى، وكان هناك أمامه خياران: إما أن يكون عبدا شكورا لله كما علمته الدابة، أو يكون هو الإله ويخضع له الجميع. فيا ترى ماذا اختار؟ ثم خرج من الجزيرة إلى أرض الله الواسعة محتفظا معه بآثار جبريل عليه السلام. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولد موسى عليه السلام بعد يوسف عليه السلام بحوالي نصف قرن، وخلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد تقريبا زاد اضطهاد فرعون لبني إسرائيل فترة طويلة، ولا هم نسوا الرب ولا الرب نسيهم. طلب موسى عليه السلام من فرعون خروج بني إسرائيل معه، وبعد آيات بينات من الله سبحانه وتعالى خرج موسى ومعه بني إسرائيل خلال البحر، وانفلق البحر كالطود العظيم وغرق فرعون وجنوده. فهل يا ترى بعد العبور نجح بني إسرائيل في الوصول إلى مبتغاهم؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كان المسيح الدجال قد اختار طريق التكبر والفساد وأتبعه الشيطان، وكان شأنه شأن إبليس، أعطاه الله القوة ومد في عمره حتى الميعاد المحتوم، واتحد في غواية الإنسان، وأصبح للإنسان عدوان من الجن والإنس. قال تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. بدأ المسيح الدجال مع إبليس في غواية بني إسرائيل، فانخرط في صفوف بني إسرائيل تحت مسمى السامري نسبة إلى منشأه. ثم استغل فرصة غياب موسى عليه السلام عند صعوده إلى جبل طور سيناء ليتلقى وحي الشريعة من الله الذي كان ينقشه على الحجر. فبدأ بإغواء بني إسرائيل بعمل ثور من ذهب، وألقى عليه بعض الآثار من جبريل عليه السلام التي كان محتفظا بها من الجزيرة، واستطاع أن يبعث الحياة في العجل، وأصبح له خوار، وللأسف عبد بني إسرائيل العجل وسجدوا له، وحكم الله عليهم بأن يقتلوا أنفسهم، وكان مقتلة عظيمة وتاب الله عليهم. وبعد هذا الحدث التقى موسى بالسامري المسيح الدجال، وكان يعرف قوته وحفظ الله له كإبليس إلى الميعاد المحتوم، فقال: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي أن لك مدة حياتك أن تقول ما شئت من غير أن تمس، ومن غير أن يتعرض لك أحد بإساءة أو يقدر عليك.
كان هدف موسى عليه السلام ومعه بني إسرائيل الخروج من مصر والعبور إلى فلسطين الأرض المقدسة، موطن بني إسرائيل الأصلي وموطن يعقوب ويوسف عليهما السلام. ولكن لكثرة عصيانهم الله تعالى وتخاذلهم مع موسى عليه السلام وقولهم يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، حكم الله عليهم بالتيه في سيناء 40 سنة، ومات هارون وموسى عليهما السلام في التيه ولم يصلوا إلى فلسطين. ومن هذا الوقت وجد المسيح الدجال فرصة سانحة بعدما رأى تصرفات بني إسرائيل من عصيان وكفر إيذاء آيات الله العظمى والمعجزة لهم، فقرر استخدام بني إسرائيل كجنود ومساعدين له من وقتها وحتى الآن.